إذا أردت أن تعرف، إذا أردت أن تعرف فعلا قيمة ما أنت فيه، تذكر آخر ليلة من رمضان وقد ذهب الناس بالأجور وبقيت أنت في حسرة الفوات، تلوم نفسك، خلاص ما ينفع عندها الندم، مضت الأيام والساعات انتهى رمضان. تذكر الآن، ضع في ذهنك آخر ليلة من رمضان وقد انتهى رمضان، فرصة الآن، ما زلنا باقين لك سبحان الله، والله أيام معدودات سرعان ما ذهبت، والله العظيم أمس قل دخل رمضان، اليوم 10 ليالي ذهبت، ويا سرعها يا سرعة، كما ذكر وقيل أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى أنه أثنى علي، في آخر الزمان تكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق سعفة النخلة. تمضي الأيام، تركض العاقل الذي يستثمر هذه الأيام، يضع خطة معينة، ما يرضى العاقل أن يكون همج رعاع ولا أن يكون التخفيف الرحمة. العاقل الذي يعني إذا كان فتورنا وضعفنا في رمضان إذن فمتى؟ رغم أنف، قيل من يا رسول الله؟ قال رغم أنف، قيل من يا رسول الله؟ قال رغم أنف، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك رمضان فلم يغفر له. فرصة يا أخي، متى أنت أقبلت على الله؟ أقبل الله تعالى عليك. متى أنت انطرحت بين يدي الله؟ الله تعالى سيرحمك. مهما بلغ ذنبك، مهما قسى قلبك، والله مهما كنت، والله لو كنت أجرم المجرمين، يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ماذا تريد يا أخي بعد هذا؟ هذا الاستلطاف العجيب. الله تعالى ينادي من؟ ينادي المسرفين، لا ينادي العاملين الآن، ينادي المسرفين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والله يا أخي، من يقنط من رحمة الله ومن يأس من رحمة الله أمره عجيب. وسعت رحمته كل شيء، فتح لك الباب الآن، الله تعالى يعني فتح لك أبواب السماء وفتح لك أبواب الجنة، لم يبقى باب مغلق، أغلق عليك أبواب النيران، فتح لك كل المجالات. إذن كل الفرص مهيئة، ما بقي لنفسك الضعيفة، استعن بالله، قل إياك نعبد وإياك نستعين، وستجد أن الله يعينك. أسأل الله لي ولك ولكل مسلم التوفيق، وأن يرزقنا رمضان، لذة رمضان وحلاوة رمضان، والعمل الصالح النوعي في رمضان، وأن يتقبل